همستي لهذا الصباح هي رسالة خاصة هيك، ولكن بدي زيعها عبر إذاعة صوت لبنان أستراليا ومنبر دردشات المواسم. بقول فيها جورج الحج شاب رأسه على شباب الكلمة في نفسه الكبيرة. تعرفنا على بعضنا أطفال ونبقى أطفال. طلعت الكثير من كتاباتك، فطلعت الإيمان وثقهت قوة الكلمة. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. إيمانك يا صديقي العزيز، يا صديقي الأعز، أبعد من أن يحدد بهمسة عابرة. ربما كان الحب هو ما هز قلمك على كتابة أدب يلتزم حياة الإنسان في هذا الكون. كتاباتك يا خي أقل ما يقال فيها إنها غذاء، إنها زوادي من أرضنا، من أصالة تلك الربوع الخالدة، تلك الضيعة الجميلة المنصورية في جبل متننا الأشم. المنصورية شقيقة ضيعة الأعور. حكايات وذكريات عنوانها عشق للأرض، للوطن، للتراث. نحن شركاء في حب أزلي سرمدي مشرق. نعمل للحياة، هي أمنا ونحن أبناؤها الأبرار. أستاذنا الشاعر الكبير بلند الحيدري قالها يوم أن عرفته واحدا من طلابي، عرفت فيه القدرة على اجتياز حدود إنسانه. جورج الحج شاعر وكفى. الدكتور جورج زكي الحج قالها الشعر لا يحتاج إلى مقدمات، لأن عنقوده متى نضج وطاب يندهك تفني ولا بد لك من قطافه. وأنا أقول الشاعر الإنسان جورج نقول الحج بين الإيمان وحبة الخردل ما يجسد الأول في الثانية. وأنا ما عرفت الحسد في حياتي، لكن دعني يا صديقي الأعز، دعني أحسدك على إيمانك في لبنان وفي الإنسان بنظرة عالمية للحياة والكون والفن والإبداع. هذا الإيمان الذي بمقدار حبة الخردل اجترح الأعجوبة، نقل جبالا إلى نفوسنا، منتصرا للحقيقة، للكلمة الإلهي فينا. جورج أولى الحج في كل كتاباتك، ومن الضفة الأخرى لعالمنا، من بلاد بعيدة، من أمريكا، وتحديدا من عرين غربتك الطويلة كغربتي، من كاليفورنيا، تناجي الوطن، تسامره وتتغنى به. نعم يا سادة، تفصله عن بيروت بحار ومحيطات، إلا أنه يستمر منتظرا عند المدارج، واقفا في المفارق، محدقا في المغيب، ليقطف عقدا ذهبيا
من عناقيد الشمس هدية للأرز وصنين، وعلى أجنحة الفجر يعود لعناق بيروت، لعناق بيروت تاج السنين وزورق المرجان والياقوت. بيروت عروس عرائس المدن وأم الحرف والسفن. جورج الحج: وطن يشتاق للوطن. نعم، الإنسان هو الوطن عند جورج الحج، وأوافقه النظرة الإيمانية بذلك. بيروت أم الشرائع، أحبت جورج، هو ابن وفي لها، تعده: سأبقى رغم أحزاني ورغم الجراح في وجهي وإنساني، سأبقى بحجم الشرق، إن الشرق أدماني، بحجم الحب، إن الحب لبناني، بحجم الحق، إن الحق لبناني. يطرح هذا المربي الباحث الكاتب الأديب والشاعر دكتور جورج نقول الحج، يطرح محورية البطولة الواعية في الإنسان والحنين المتأصل في جذوره، تحديا للمسافات المكانية والزمانية، وتحديا للاغتراب ومواسم الظلام. إليك يا أبي يناجي الوالد الغائب الحاضر، إليك يا أبي، يا واهب الحياة للحجر، يا زهرة الجبال والسهول، يا غنوة ببال مقلع للبناء والنهوض. ولأمه يقول: يا أمي، حين تصلين لا تصلي لأجلي بل لقيامة لبنان. يا سلام. ولأستاذه بالجامعة الشاعر الكبير خليل حاوي، الخليل الحبيب الذي تعرفت عليه طفلا، هو جارنا في دهور الشوير، له حضور فكري أدبي رسولي في الوطن وعالم الانتشار. قال جورج في خليل حاوي: يحزن الطائر حتى الموت. قال جورج في خليل حاوي: يحزن الشاعر حتى الموت. لقد تعن الإله، كان من قبل يعود، يفتدين بدمه، يفض بكارة القبر بدلا منا. هو كحبة الحنطة يزرع نفسه تحت التراب مختارا. أما اليوم فكل شيء تبدل، لم يمت تموز، لم ينتحر، الواقع أنه قتل عمدا، وقتلت معه قدرته على الرجوع. لقد سقطت الأسطورة، ذبحها الواقع المتحجر في كهف الشرق الحجري. أخي جورج، بدي أقول يوم التقينا بعد غياب قصري طال عذابه 40 عاما، عرفتنا مثال زوجتي وأنا على زوجتك الكريمة ماريان. هي مولودة في أمريكا من أصول أوروبية. يومها رفضت سيدة الدار ماريان أن نترك دون عشاء ابننا، حضرت الطعام ما لذ وطاب
على مائدة الكرم المدرحي الراقي. سألتك يا جورج مين الكايترينج لهذه المأكولات الشهية الزكية؟ قلت لي أسك ماريان and I did. جاوبتني ماريان بالعربية أنا عملت كل هذا الطعام. ومن علمك؟ قالت الحب، يعني حبها لجورج لك يا أخي. فقلت حقا إن الحب هو قوة السماء في الإنسان، هو يصنع المعجزات. بورك هذا الحب فيكم أيها الأعزاء. وأختم همستي بحنين ينتابنا نحن الاثنين، الحنين لدرب دير مرشعية. أنا مشتاق لتلك الربوع المباركة. أتذكر تلك الزيتونة الكبيرة على مدخل الدير؟ أتذكر القعدة تحت الأرزات قدام تمثال العذراء لمنظر تلة الدير يلي مغطيها الصنوبر، للسنديانات العتاق قدام محبسة الأخ سابا؟ أتذكر كروم العنب والتين وقطاف الزيتون بالتشارين؟ آه يا أخي، أتذكر رائحة الوزال اللي بيزهر بالربيع، ريحة الزعتر البري يلي كاس التلي؟ عندي حنين لريحة التراب يا رجل مع أول شتوي بتشرين، والأهم الأهم لريحة البخور بحنايا الكنيسة العتيقة حد الدير. شو بعد بدي أقول لك يا أخي؟ كل شي بقول لك جورج وماريان، to both of you our best wishes. We love you so much. تلك هي همستي لهذا الصباح.